يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء لأهل البدع بالرحمة والمغفرة والجنة؟ إذا كانوا مسلمين، كانوا مسلمين لم يخرجوا بالبدعة من الإسلام، فإنهم يدعى لهم، ينصحون ويدعون إلى ترك البدعة، ويدعى لهم مع المسلمين عموما، تبرون من عصاة الموحدين، إلا إذا كانت بدعتهم تقتضي الشرك والكفر تخرجهم من الدين فلا، مثل دعاء غير الله وعبادة القبور والأبرحة، هذه بدعة شركية، البناء على القبور لأجل أن تعبد تعظم. نعم.